بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. أرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات مع سن اللقاية وانطلاقة 5 كيلومترات. انطلق بحفظ الله ورعايته الشوط 13 الحامل للبكار اللقاية. انطلق مباشرة لأتابع الصدارة هنا والمقدمة مع المركز الأول. التحدي الأول مع شوهين بشعار مساعد بن راشد بن خالد بن محمد المنصوري. من ينطلق مع المركز الأول؟ وتابع وانطلق مع المركز الثاني. ثاني التحديات الوصول والتقدم، الانطلاق من الحذرة وراشد بن محمد بن راشد الطراق الهاجري وأيضا الوصول. الانطلاق والاندفاع هنا من الزعفرانة بشعار سعيد بن محمد بن حمد الغيثاني المري، من يقدم لنا شعاره وانطلاقة شعاره مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع والوصول في هذه اللحظات من شعار فهد بن فهيد بن علي بن طحنون الهاجري المنطلق مع ثالث التحديات. المركز الخامس أرى وأتابع خامس المراكز، هنا الانطلاق من رونا بشعار محمد بن حمد بن جار الله المري. هكذا متابعين الكرام، هكذا مستمعين الأعزاء، نداء الأول للمراكز المتقدمة الخمس، العودة بعد ذلك إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة وإلى المركز الأول، إلى من غيرت مجريات هذا الشوط وانتقلت إلى الصدارة، إلى المركز الأول. رونا هنا من تنطلق بشعار محمد بن حمد بن جار الله المري، من يقدم لنا شعاره وانطلاقة شعاره على المركز الأول. أول الأسماء الباحثة عن الفوز وأول الأسماء الباحثة عن الانتصار يتقدم هذه الأسماء وينطلق بانطلاقة هذه الشعارات مع هذا الشوط وفي هذا المهرجان، مهرجان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن. أتابع المركز الثاني، أتابع ثاني التحديات، هنا انطلاقة المنصوري، هنا تقدم شعار مساعد بن راشد بن خالد بن محمد المنصوري، من يندفع ويتقدم مع شوهين أبناء دولة الإمارات ينطلقون وحاضرين في هذا الشوط، حاضرين مع انطلاقة في هذا المساء. المركز الثالث وصلت وتقدمت في هذه اللحظات، وصلت زعفور بشعار سليم بن مسلم بن قنزول بن حمرور العام، من يقدم لنا شعاره مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع احضرت ووصلت وانطلقت وتقدمت الزعفرانة سعيد بن محمد بن حمد الغيثاني المري، من يقدم لنا الزعفرانة مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس وصل بن طحنون وتقدم مع خامس التحديات، ينطلق في هذه المعركة المسائية في أشواط اللقاية وتحديات اللقاية. ينطلق هنا فهد بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري، من يقدم لنا هنا البنية مع المركز الخامس. هكذا مستمعين الأعزاء، نداؤنا الثاني للمراكز الخمس المتقدمة ذعناه على حضراتكم. منها نعود إلى مقدمة الشوط، منها نعود إلى الصدارة، منها نعود إلى المركز الأول، ومنها نعود إلى رونا من تتقدم هنا بشعار محمد بن حمد بن جار الله المري، من يتقدم على الصدارة، من ينطلق على المركز الأول، من يندفع على التحدي الأول ويقدم لنا انطلاقة شعاره مع المركز الأول مع الصدارة الأولى. بن قنزول يأتي في مركز الوصافة قادما مع ثاني التحديات، هنا بانطلاقة
بانطلاقة سليم بن مسلب بن قنزول بن حمرور العامري مع ثاني المراكز. المركز الثالث احضرت وانطلقت شواهين، يتقدم مساعد بن راشد بن خالد بن محمد المنصوري الباحث عن الانتصار الباحث عن الفوز، ولكن من تسللت من الجانب الاخر هناك الزعفران وسعيد بن محمد بن حمد الغيثاني المري. احضرت الاسماء وانطلقت الشعارات، وصلت الظبي ودخيل الحازمي وصل وايضا وصلت في هذه اللحظات وتقدمت. هنا طموح، هنا طموح علي بن راشد بن سعيد الابريس المري. من يقدم لنا طموح بطموحات محبي هذا الشعار بآمالهم المتعلقة دائما وأبدا مع شعارك يا براية؟ العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى التحدي الأول. هناك من تسيطر على مقدمة الشوط، رونا مع المركز الأول. محمد بن حمد بن جار الله المري يقدم لنا رونا مع التحدي الأول، مع الصراع الأول، مع الفوز، مع الانتصار يتقدم. ولكن المركز الثاني وصلت الظبي، وصل الحازمي وتقدم بانطلاقة الظبي. وصل الطموح، وصل الطموح، يا لطموح هذا الشعار، يا لآمال محبي وعاشق هذا الشعار. ينطلق براية مع المركز الثالث، رابعا وصلت، وصلت صنف في هذه اللحظات. تقدم فيصل بن راشد بن طالب بن شريم. لمن الفوز؟ لمن الانتصار؟ غير الحازمي، غير مع الظبي واخذ الصدارة، اخذ المقدمة، ذهب هناك، ابعد بعيدا هناك مع انطلاقة الظبي، مع تحديات الظبي. ينطلق متابعين الاعزاء دخيل الحازمي، ينطلق مع المركز الاول، ينطلق مع الفوز، ينطلق مع الانتصار. ابناء اسكاكا، من ينطلقون؟ من يتابعون هذا الشعار في هذا الشوط وهذه التحديات؟ وين بتروح السلامات؟ وين تروح السلامات؟ وين من القادم مع المركز الثاني؟ من القادم في هذه اللحظات؟ وصلت في هذه الاثناء وتقدمت. هنا طلعة بشعار حسين بن علي القرشي، من يقدم لنا شعاره؟ ولكن الحازمي، مع الصدارة. الأمتار الأخيرة، الله يا سلام، غيروا أبناء الغربية، أبناء الطائف، أبناء العرفة، ذهبوا بالفوز، ذهبوا بالسلام، بالانتصار. تهانينا والف مبروك لمالك طالعة على هذا الفوز والانتصار. صار حسين بن علي القرشي المركز الثاني. وصلت متابعينا الكرام مع المركز الثاني الظبي بشعار دخيل بن دخيل الحازمي مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصل شعار بن طحنون مع المركز الثالث. تهانينا والف مبروك لمالك طالعة حسين بن علي القرشي، من فاجانا بالامتار الاخيره وخطف الفوز وذهب بالانتصار الى ميدان العرفه بالطائف. تهانينا له والف مبروك على هذا الفوز والانتصار. شرق لو صغرت من الضيق وشبه الشعب السعودي على طويق، والله احسن الصغار وجمالها في مهرجان البلغدان ابن قيام مكرمه والجايزه باسم الباب للعز وهذا
حاسب.